We always find like one or maybe two phones where the battery's swollen up and we have to get rid of it. And every single time it's been a Samsung phone. It's never been any other brand of phone. The battery had expanded so much that it's actually cracked the glass on the back and it literally split the phone in two. Do you think this has anything to do with what we saw with the Note 7? I think they would probably be different situations, but either way, since it's Samsung in both instances, something's wrong with their quality control. أسبوع غريب مليء بالمشاكل على أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية. سامسونج من جهة تواجه مشاكل غريبة على بعض هواتفها، وأبل بالمقابل مع مشاكلها المعتادة مع كل العالم. التفاصيل الكاملة بفيديو اليوم، فخليكم ويانا. أني أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن فسامسونج واجهت مشاكل بالبطاريات سابقا. هاتف النوت 7 سيء السمعة، وصلت أخباره وقصصه لكل الناس والمتابعين، والظاهر الآن أنه سامسونج ما تركت كل مشاكلها مع البطاريات خلف ظهرها. ومع أنه المشكلة الحالية مو بقوة المشكلة السابقة، إلا أنه مؤكد تحتاج انتباهكم وشنو تحتاجون تسوون حتى تتلافون الوقوع بهذه المشكلة. الآن بعض التقنيين مثل مستر هوز ذا بوس وغيره لاحظوا وجود مشكلة ببعض بطاريات هواتف سامسونج، وهذه المشكلة كانت انتفاخ البطارية بعض الشيء من خلف الهاتف بدرجات متفاوتة. هذه المشكلة ما صارت فقط مع هاتف واحد ولا اثنين، إنما عدة هواتف من سامسونج عانت من هذه المشكلة ومن مناطق ودول مختلفة. الشيء الغريب الآن إنه فقط الهواتف اللي تيجي من براند سامسونج عانت من ظهور هذه المشكلة بعدد كبير، حيث البطارية بهذه الهواتف تمددت وتوسعت إلى درجة خلت الزجاج أو الظهر الخلفي للهاتف ينفصل من البادي ويبرز للأعلى. لكن بداية، إذا كنتم تعتقدون أو بدأتم تقلقون إنه هواتفكم الحالية ممكن تسوي نفس المشكلة، فالجواب لا، أبداً لا تفكرون بهذا الموضوع، لأن ماكو سبب وياكم يدعو للقلق، ولأنه بداية هذه المشكلة ليست مشكلة واسعة وشائعة بالهواتف، وأقدر أأكد لكم أنه ما راح تواجهون هذه المشكلة مع هواتفكم الحالية على الأقل، لأن هذه المشكلة صارت فقط مع هواتف قليلة من حول العالم، وركزوا لي هنا، صارت مع الهواتف المتروكة وغير المستعملة لسنوات، يعني ما صارت مع الهواتف اللي يتم استعمالها بشكل يومي أو دوري بين فترة وأخرى، فقط الهواتف المتروكة بدون استعمال لسنوات. تم ملاحظة ظهور هذه المشكلة على قسم منها، لذلك أقول هنا ماكو حاجة للقلق من هذه المشكلة. وهذه المشكلة أيضا مو جديدة ولا غريبة على بطاريات الليثيوم، لأن كل ما تمر السنوات عليها فالتفاعلات الكيميائية بالبطاريات ممكن تنتج غاز، وبسبب هذا الغاز يصير انتفاخ بالبطارية، والنتيجة تصير نفس اللي شاهدناها مع هذه الهواتف. وهذه المشكلة أيضا مو حصرية مع سامسونج فقط، كل الشركات المصنعة للهواتف واللي تستخدم هذه البطاريات شهدت ظهور مثل هذه المشاكل بالبطاريات بين فترة وأخرى، وبضمنها حتى شركة أبل. لكن مقارنة مع بقية الشركات فحصة سامسونج من الهواتف المعرضة لهذه المشكلة أكبر مقارنة مع البقية، وأعتقد أنه السبب هو ديزاين البطارية اللي تستعمل سامسونج بهواتفها. فالسؤال المهم هنا، شنو ممكن يسوي المستخدم حتى يتجنب ظهور مثل هذه المشكلة وياه بالمستقبل؟ والجواب بسيط. الآن إذا اشتريت هاتف جديد وبلشت تستخدمه وقررت بنفس الوقت أن تحتفظ بهاتفك القديم لفترة طويلة بدون استخدام، فأول شيء لازم تسويه هو أن تشحن بطارية الهاتف القديم إلى نسبة 50% وتخزنه بهذه النسبة، لأن ترك نسبة البطارية على 0% أو 100% مو فكرة جيدة، لأنه ممكن ومحتمل جدا أن تسوي البطارية تفاعلات بصورة أسرع بال0% أو 100%، لذلك الأفضل تخلي شحن البطارية متوسط على الهاتف. والشيء الثاني اللي أنصحك تسويه أيضا هو أن تشغل الهاتف على الأقل مرة بالسنة حتى تخلي البطارية مرتاحة وسعيدة وياك، للعلم أنه طاقة البطارية تتناقص حتى لو كان الهاتف مطفئ، لذلك يحتاج المستخدم تشغيله للهاتف مرة أو مرتين بالسنة وشحن على الأقل 50% حتى تكون الأمور تمام. للعلم أيضا أنه سامسونج على دراية تامة بهذه المشكلة، وتحاول دائما إرسال تحديثات لحلحلة مشاكل البطارية، وبنفس الوقت تشجع المستخدمين بالإبلاغ عن أي مشكلة فردية تصير وياهم بهواتفهم. شخصيا أعتقد أنه تحتاج سامسونج أن تبحث أكثر بالموضوع، وتحاول على الأقل أن تطلع بديزاين جديد للبطارية يحل أو يخفف من هذه المشكلة. لكن على أي حال، مثل ما ذكرت، ماكو داعي للقلق، لأن هذه المشكلة مو عامة وواسعة بكل هواتف سامسونج، إنما صارت فقط مع عدد قليل من الهواتف،
على سبيل المثال عندي هواتف من سامسونج من سنة 2014 بدون تشغيل وإلى الآن ما صارت وياها أي مشكلة، لكن للأمانة أني أستعملها مرة أو مرتين بالسنة، وأعتقد هذا كفيل بالمحافظة عليها فيما لو كانت معرضة لمشاكل البطارية. على أي حال خلوني أسمع منكم فيما لو واجهتكم مثل هذه المشكلة مع بطاريات هواتفكم أو لا، تركوا لي بالتعليقات تجاربكم. شركة أبل تواجه مشكلة جديدة مع هواتف الآيفون 14، لأنه مثل ما تعرفون فقرار أبل برفع الشاحن من علب الهواتف إلى الآن ما زال قرار سيء السمعة، وده يجيب المشاكل سواء للشركة أو للمستخدمين. لكن المشكلة الكبرى واللي ما زالت متواجدة على رأس أبل ومتجددة بشكل مستمر هي من البرازيل. وزارة العدل بالبرازيل قررت مجددا تعليق مبيعات هواتف أبل اللي ما تجي مع شاحن بالبوكس، وبضمنها هواتف الآيفون 14 الأخيرة. والسبب الرئيسي لهذا القرار هو إصرار أبل على رفع الشواحن من كل الهواتف الجديدة اللي توصل للبرازيل بالخصوص أو لبقية دول العالم بشكل عام. ومو هذا فقط، فالبرازيل قررت فرض غرامة وقدرها 2.4 مليون دولار عن كل يوم تكسر بي أبل قرار تعليق مبيعات الآيفون بالبرازيل، وهذا معناه أنه أبل تقدر تتخلص من تبعات هذا الحكم القانوني بحال توقفت عن مبيعات هواتف الآيفون بالبرازيل أو تبيع الهواتف مع الشاحن بالعلب. شركة أبل إلى الآن تجادل الجميع بهذا الموضوع، وأنه السبب الرئيسي لفعلهم هذا، أقصد رفع الشاحن من علبة الهاتف، السبب هو البيئة والمحافظة عليها، يعني الخريطة المعتاد. لكن أنتم تعرفون وأني أعرف والبرازيل تعرف والكل يعرف أنه هذا الكلام مو صحيح أبداً ومجرد هراء. حكومة البرازيل ذكرت أنه لو كانت أبل فعلاً مهتمة بالبيئة كانت تقدر تسوي كثير من القرارات اللي بالفعل تساعد البيئة، مثلاً تحويل منفذ شحن هواتف الآيفون من اللايتنينج إلى التايب سي، يعني توحد المنفذ مع بقية الشركات المختلفة من حول العالم، وبهذا حتقل الحاجة لشاحن وكيبل أبل من نوع اللايتنينج. للعلم أنه العالم وبالخصوص الاتحاد الأوروبي فرض على أبل توحيد منفذ الشحن، واللي على الأكثر حنشوف الآيفون 15 القادم يجي مع منفذ شحن التايب سي. البرازيل تعتبر قرار أبل هذا معاكس تماماً لحق المستهلك، وأنه خطأ كبير جداً أن تبيع الهواتف للمستهلكين بدون الشاحن بالعلب. شركة أبل من الجهة المقابلة تدافع عن نفسها كالمعتاد، وتعتقد أنه قرارها سليم 100% وأنه ممكن أن تكسب الدعاوى القضائية ضد البرازيل، وأنه المستهلكين لهواتف الآيفون على دراية تامة بخياراتهم بالشحن ونوعه على هواتفهم. والآن ممكن تتساءلون أعزائي المتابعين ماذا عن سامسونج؟ يعني البرازيل حالياً تتغرم أبل بسبب عدم إرفاق الشاحن مع هواتف الآيفون، لكن سامسونج أيضاً رفعت الشاحن تماماً مثل أبل، لكن سوت هذا الشيء بسبب أبل بكل تأكيد. فشنو موضوعهم مع قرار البرازيل؟ الحقيقة أنه سامسونج ما تعرضت لأي دعاوى من البرازيل، والسبب أنه سامسونج مباشرة تواصلت مع البرازيل وسلطتها القضائية قبل إصدار أي دعوة ضدها، وصرحت أنه جميع هواتفها حتيجي مع هدية منفصلة واللي هي شاحن الهاتف، وبهذا فكل أمور سامسونج تمام بالبرازيل على عكس شركة أبل. خلوني أعرف آراءكم بموضوع الشاحن والتبعات اللي صارت بعد قرار رفع من البوكس وإصرار أبل عليه، هل هو حقاً للمحافظة على البيئة؟ وخلص هذا كان كل شيء ويانا بنشرتنا التقنية لهذا اليوم، خلوني أعرف آراءكم بأخبار اليوم. هذا كان كل شيء، شكراً لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.